صدمة في الجزائر اليوم، فاجعة كبيرة، وفاة الطالبة نصيرة باكوش من ولاية تيارت في انفجار للغاز بالإقامة الجامعية، أولاد فايت العاصمة، وإصابة بليغة لصديقتها. الحادث نجم عن انفجار قارورة غاز مدبوع بحريق في الغرفة. الانفجار وقع في حدود الساعة 10:30 صباحا. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها في فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الطالبات المصابة، وألا يتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى. ربنا يسترها.